هنالك زياره من قبل محافظ البصره اسعد الويداني الى منفذ الشلام الحدودي ما بين البصره وايران، وامر بفتح هذا المنفذ، عفوا فتح هذا المنفذ الذي تم اغلاقه بامر من وزاره الزراعه طبعا لتطبيق ما يسمى بالرزنامه الزراعيه، وهي منع بعض المحاصيل من الدخول الى العراق عبر المنافذ الحدوديه من اجل دعم المنتوج المحلي في هذه الفتره، وفي حال طبعا عدم توفره يعني يصار في فتره محدده الى فتح هذه الحدود من اجل دخول هذه المنتوجات والمحاصيل الزراعيه. لكن حقيقه في البصره الامر مختلف، هنالك العديد من المنتوجات والمحاصيل الزراعيه بدات تباع في السوق باضعاف الاسعار، بحيث ان مثلا سعر الطماطم كان ب 500 دينار فقط وصل الى 1500 دينار، اي زاد اكثر من ضعفين، وبالتالي ينعكس هذا ايضا على بقيه الخضار والفاكهه. لذلك امر يعني السيد محافظ البصره بفتح المنفذ، وكان هنالك طبعا راي للقائمين على المنفذ باعتبارهم يرتبطون بجهات عليا ويعني سلسله مراجع، لكنه قال لهم بالحرف الواحد ان لم تكونوا قادرين على تنفيذ هذه الاوامر فلتستقيلوا، لان اهل البصره حقيقه قد تعرضوا الى غبن كثير، هنالك أزمة حقيقية في محافظة البصرة بسبب غلاء الأسعار وارتفاعها بشكل مفاجئ.